مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد لنقل فعاليه الشوط الثاني بين المنتخب الليبي والمنتخب السعودي. نذكركم انه الشوط الاول انتهى بتقدم المنتخب السعودي بنتيجه 13 مقابل 12 لحساب الجوله الثانيه من سباق البطوله العربيه. انطلاق الشوط الثاني والفترة الثانية والهجمة للمنتخب السعودي. احمد قصي ينجح في التسجيل، حسين علي سجل النقطة رقم 14 12. اول هدف في الشوط الثاني للمنتخب السعودي. الحكم ينبه على الجدار الدفاعي باحترام الأمطار القانونية. تمشي الكرة استبعاد بدقيقتين للاعب رقم 6 من جانب المنتخب السعودي. محمد عادل ال ابراهيم الاستبعاد. دقيقة وسبعة ثواني منذ انطلاق الشوط الثاني والأسبقية دائما للمنتخب السعودي. رمية تسعة أمتار يتحصل عليه مرتجع علي الخضراوي. عكس الهجمة وجه لوجه مع الحارس، ممتاز زكريا فرج يتصدى للكرة. يتصدى لاعب المنتخب الليبي، تبقى النتيجة 14 12. عودة الكرة الامتلاك للمنتخب السعودي والتسعة امتار. علي قيصر يحاول المرور ويربح التسعة امتار. خطأ ضد هجوم المنتخب السعودي. ترجع الكرة والتصدي، الرد ياتي عن طريق حارس المنتخب السعودي رقم 16 حسين عبد الله. علي قيصر مرتجع علي الخضراوي يلعب مع لعب الدائرة التحضير. أحمد قصي للجناح يفتح الزاوية وينجح حسين علي في تسجيل النقطة رقم 15 12. دائما تقدم للمنتخب السعودي مع 3 بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية في الفترة الثانية من زمن المباراة. أنس أحمد إبراهيم والمنتصر بالله. تمشي الكرة، محمد سالم الشويهدي يلعب الكرة، منتصر بالله بحت على الاختراق. تمشي الكرة للمنتخب السعودي في عكس الهجمة، لكن يخوها لاعب المنتخب السعودي التمرير للجناح
لكن يختار عدم التسرع. تمشي الكرة أحمد قصي، أحمد قصي تمرير للجناح لكن مخطئ، التمريرة تعود للمنتخب الليبي، البحث على عكس الهجمة، التمرير منتصر بالله، تعود الكرة مقطوعة من المنتخب السعودي، البحث على عكس الهجمة، تمشي للجناح ودخول بقوة، دخول بقوة ضد اللاعب رقم 17. إيقاف التوقيت إن شاء الله، سلامات للاعب المنتخب السعودي أو الليبي بعد الالتحام الأخير. حسين عبد العزيز التدخل كان على وائل فتحي رويحة، إيقاف التوقيت لإسعاف لاعب المنتخب الليبي. تعود الهجمة الآن للمنتخب الليبي، منتصر بالله شتشوت، عبد الله رمضان، عبد الله رمضان يلعب الكرة مع لاعب الدائرة، يحاول الاختراق لكن الحارس متفطن يقطع الكرة. تعود الهجمة للمنتخب السعودي، علي قيصر، علي والهدف، الهدف رقم 16 عن طريق الظهير مرتجع علي الخضراوي. عود الكرة للمنتخب الليبي، لكن يتدخل الحارس. تعود الهجمة المنتخب السعودي لين يمر للسرعة القصوى، والحارس يتصدى، حارس المنتخب الليبي، تبقى نتيجة 16-12. لحد لين المنتخب الليبي عاجز، عاجز على التهديف لحد لين بعد مرور 6 دقائق. تعود الكرة، يفتح الزاوية ويسجل، يسجل النقطة. رقم 16 أو 13 للمنتخب الليبي، 16-13، اول هدف بعد مرور 7 دقائق للمنتخب الليبي. تعود الهجمة الان لصالح المنتخب السعودي، احمد قصي يصبح كمنسق، تمشي للعب الدائرة هيثم احمد ابو سرير، التحضير للظهير والحارس يتصدى لكن ترجع للمنتخب السعودي. احمد قصي، هيثم احمد ابو السرير، واستبعاد بدقيقتين، استبعاد بدقيقتين، التدخل على اللاعب رقم 10 علي قيصر، استبعاد اخر في صفوف المنتخب الليبي. تقريبا اللاعب رقم 10 علي قيصر قاعد يشكل في خطورة كبيرة. هل التمرير للجناح، هل التسلسل والهدف، الهدف رقم 17 حسين عبد العزيز يسجل النقطة رقم 17-13 بعد مرور 8 دقائق في الشوط الثاني.
تمشي الكرة المنتخب الليبي لكن مقطوعة يا خوها الجناح، هو الكرة خارج المرمى بطريقة غريبة، يضيع الكرة لعب رقم 3 أنس أحمد إبراهيم وجه لوجه كان مع الحارس لكن كورته خارج المرمى. تبقى نتيجة 17-13 مع 4 للمنتخب السعودي. التحضير أحمد قصي هو الحارس، يتصدى حارس المنتخب الليبي رغم النقص العددي فإنه يتصدى الحارس زكريا فرج. تبقى نتيجة 17-13 بعد مرور 9 دقائق في الشوط الثاني. عودة الكرة، دفاع لين أصبح متقدم من جانب المنتخب السعودي. 9 أمتار محمد سالم الشويهدي حضر الكرة، لعب رقم 7 سالم فرج لكن كورته ضعيفة. تعود هجمة المنتخب الليبي، أحمد قصي هو الحارس، ممتاز حارس المنتخب الليبي، يتصدى للكرة. تبقى النتيجة على حالة 17-13 في 10 دقائق في الشوط الثاني. تمشي الكرة للجناح، هو الهدف ممتاز أنس أحمد إبراهيم يسجل المرة هذه، يستغل بيت في دفاع المنتخب السعودي، ياخذ الكرة ويتمكن من تسجيل النقطة رقم 17-14 مع 3 للمنتخب السعودي. تبقى النتيجة على حالها، المنتخب السعودي قاعد يضيع في عديد الكرات على مستوى الهجوم. تعود الكرة لين للمنتخب الليبي، يلعب مع بوعجيلة مفتاح، حاول المرور والتصدي، التصدي من حارس المنتخب السعودي حسين عبد الله، يتصدى للكرة. تعود هجمة للمنتخب السعودي لكن مخطأ مرة أخرى، مخطأ من الحارس زكريا فرج، يخطأ في التمرير باش ترجع الكرة للمنتخب السعودي. يتسرع من كلا الفريقين علي قيصر، مهدي يضحك كلاعب دائرة ثاني لكن الكرة على العارضة. تعود الكرة للمنتخب الليبي، احمد حسن عبد الله، عبد الله رمضان من جانب المنتخب الليبي. 11 دقيقه في الشوط الثاني والنتيجه 17-14. المباراه الثانيه ستجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الجزائري. رميه 9 امتار، 9 امتار يتحصل عليه لاعب المنتخب الليبي عبد الله رمضان. منتصر بالله، منتصر بالله، عبد الله رمضان تمشي الكره للجناح، عبد الله رمضان يلعب الكره مع منتصر بالله، البحث على المرور والحارس، ممتاز حارس المنتخب السعودي، تصعيد الهجمه بسرعه حسن علي وينجح في التسجيل، ينجح حسن علي في تسجيل النقطه رقم 18-14 مع 4 للمنتخب السعودي أمام المنتخب الليبي. عودة الهجمة الآن للمنتخب الليبي ليبحث على تقليص الفرق. أحمد قصي، أمجد مصطفى، التقاط خاطئ للكرة ترجع للمنتخب السعودي. العودة، عودة دفاعية موفقة من وائل فتحي، يقطع الكرة، كانت هجمة معاكسة للمنتخب السعودي لكن التسرع في التمرير يخسر الكرة
تعود للمنتخب الليبي. التمرير التسعة أمتار، تسعة أمتار يتحصل عليها المنسق أحمد حسن عبد الله محمود مسعود. التمرير للجناح يفتح الزاوية ويتصدى الحارس، ودخول في المنطقة الحكم يشير دخول في المنطقة من لعب الدائرة باش ترجع للمنتخب السعودي. علي قيصر، أحمد قصي، أحمد قصي يأتي من خارج التسعة أمتار، يلعب الكرة مع علي قيصر، الحكم يرفع يده يعمل يعني باللعب السلبي. التمرير للظهير التسعة أمتار، التسعة أمتار يتحصل عليه مرتجع علي الخضراوي. التمرير مختل كرة، تعود الهجمة المعاكسة للمنتخب الليبي، يخوها اللعب على مستوى الدائرة لكن يفشل في التسجيل، تعود أمام المنتخب السعودي. مهدي، مهدي العباس يلعب الكرة مع المنسق. علي قيصر، أحمد قصي، مرتجع علي الخضراوي. ها تمرير للجناح، البحث على لعب الدائرة ولا خطأ، تصعيد الهجمة بسرعة من جانب المنتخب الليبي، يخوها اللعب لكن خطأ ضد لعب المنتخب الليبي على مستوى الهجوم. ترجع الكرة، ها تايم اوت، تايم اوت يطلبوا المدرب المنتخب السعودي. مستقطع، يطلب مدرب المنتخب السعودي خافير لوبيز لإعطاء التوصيات. وكذلك التايم اوت يستغل مدرب المنتخب الليبي. ترجع الكرة والامتلاك للمنتخب المنتخب السعودي. ترجع الكرة والامتلاك للمنتخب الليبي، تغيير مستوى الدفاع 5-1 من جانب المنتخب الليبي. وضيع الكرة باش ترجع للمنتخب الليبي. احمد حسين عبد الله البحث على المرور، تمشي للعب الدائرة لكن الحكم يحتسب خطأ للمنتخب الليبي. احمد حسين عبد الله البحث على المرور، الحكم يرفع يده يعلن باللعب السلبي. التصويب وينجح، ينجح المره هذه محمود مسعود في تسجيل النقطه رقم 15، يخلص الفارق المنتخب الليبي. التمرير 7 امتار، 7 امتار واستبعاد بدقيقتين للعب المنتخب الليبي. بوعجيلة مفتاح استبعاد اخر في صفوف المنتخب الليبي بعد مرور 16 دقيقة و28 ثانية. رمية 7 امتار في التنفيذ،
مرتجع علي الخضراوي وينجح في التسجيل، يسجل النقطة رقم 19 15. تعود الهجمة الآن للمنتخب الليبي. التمرير على مستوى الدائرة وينجح في تسجيل النقطة رقم 8 أو عفوا النقطة رقم 16. اللاعب رقم 8 محمد سالم الشويدي يدخل كلاعب دائرة ثاني، يسجل النقطة رقم 16 19 16. دائما الأسبقية للمنتخب السعودي. التحضير اللاعب رقم 8 والحارس، يتصدى الحارس ودخول في المنطقة من حسين عبد العزيز. تعود الكرة للمنتخب الليبي. عبد الله رمضان، وائل فتحي، وائل فتحي تمشي الكرة ولا خطأ ضد لاعب المنتخب الليبي. ترجع الكرة، هجمة للمنتخب السعودي. التحضير يا احمد زكي عبد الله، لكن مقطوعه من المنتخب الليبي في عكس الهجمه. تمشي الكره والهدف، الهدف عن طريق محمد سالم الشويدي، خلص الفارق 19 17. المنتخب الليبي رغم النقص العددي فانه يتمكن من تقليص الفارق. تمشي الكره، علي قيصر التسلسل للجناح، يفتح على الزاويه ويسجل حسين علي النقطة رقم 20. يضع الكرة في القائم الأول، سجل النقطة رقم 20 مع 3 للمنتخب السعودي أمام المنتخب الليبي. المتسرب بالله عبد الله رمضان، على التمرير البحث على لعب الدائرة، لكن الكرة ما توصلش لبوعجيلة مفتاح. محمود مسعود المنتصر بالله، التمرير يلعب للدائرة، ياخذ الكرة لكن الدفاع، الحكم يخلي الأسبقية، يرفع يده يعني باللعب السلبي، البحث على التمرير. هو تسعة أمتار للمنتخب الليبي، مش يلعبها مفتاح عبد الله، يحضر الكرة ما توصلش الكرة. هو الحكم يقول الكرة باش ترجع للمنتخب السعودي، ترجع الكرة للمنتخب السعودي، باش يرجع للتنفيذ للحارس. عبد الرؤوف الهادي في تنفيذ الكرة. احمد زكي عبد الله والهدف رقم 21 عن طريق اللاعب حسين عبد العزيز. 10 دقائق على نهاية المباراة والأسبقية للمنتخب السعودي 21 17. الامتلاك للمنتخب الليبي لين منتصر بالله، التمرير لكن مقطوعة من لاعب رقم 10 علي قيصر في تصعيد الكرة بسرعة. تمرير للجناح والحارس يتصدى الكرة، أحمد زكي عبد الله. تعود للمنتخب الليبي، تمشي الكرة وجه لوجه وينجح في التسجيل، ينجح منتصر بالله. شتشوت في تقليص الفارق 21 18.
قبل 9 دقائق من نهاية المباراة. دائما التقدم للمنتخب السعودي. علي قيصر. الدفاع تغير من جانب المنتخب الليبي. البحث على اللاعب الدائرة مقطوع على الكرة، أو الحكم يحتسب رمية 9 أمتار. أحمد قصي. علي هو الهدف واستبعاد بدقيقتين. عملية الدفع كانت لعلي قيصر المحسن، استبعاد بدقيقتين للعب رقم 1 وائل فتحي رويحة من جانب المنتخب الليبي. 8 دقائق على نهاية المباراة، مع 4 للمنتخب السعودي. تعود الكرة للاعب رقم 77 على التمريرة، منتصر بالله ويربح 9 أمتار. 9 أمتار يتحصل عليه لاعب المنتخب الليبي. تمشي الكرة، المرور والحارس ممتاز، حارس المنتخب السعودي حسين عبد الله الصفواني يتصدى. تصعيد الكرة بسرعة، علي قيصر المحسن يحاول الاختراق ويربح 9 أمتار. 9 أمتار تقريبا قاعد ياخذ على عاتقه في كل الكرات اللاعب رقم 10 علي قيصر. تعود الهجمة للمنتخب السعودي. مرتجع علي الخضراوي، أحمد قصي، التسلسل لكن الكرة، عملية مشي بالكرة، تعود هجمة معاكسة للمنتخب الليبي والحارس. ممتاز الحارس حسين عبد الله يتصدى للكرة، تعود للمنتخب السعودي، تمشي للجناح يفتح على الزاوية والهدف بسهولة. يسجل المنتخب السعودي النقطة رقم 23 18 عن طريق اللاعب رقم 17 حسين عبد العزيز. كان هدف للمنتخب الليبي، شفنا اللاعب حب يرفع الكرة بالحارس لكن الحارس حسين عبد الله الصفواني متفطن يتصدى للكرة. تعود الهجمة المنتخب الليبي، محمد سالم الشويهدي، الشويهدي و9 أمتار. 9 أمتار يتحصل عليها لعب المنتخب الليبي. هو الكرة خارج المرمى عكس الهجمة جانب المنتخب السعودي، وينجح في التسجيل حسين علي. تسجيل النقطة رقم 24 18. وكأنه المنتخب الليبي يرمي المنديل، 6 نقاط فارق لحد الآن، قاعد يصعب على روحه في المباراة. التسعة أمتار لصالح المنتخب الليبي قبل 5 دقائق من نهاية الفترة الثانية. تعود الكرة على التمرير، محمد سالم الشويهدي، البحث على لعب الدائرة، تمرير للجناح، الحكم يرفع يده يلعب باللعب السلبي، وقت مستقطع يطلب مدرب المنتخب الليبي قبل 5 دقائق من النهاية. أو النتيجة 24-18.
ترجع الكرة بعد ما استوفى التايم اوت مدرب المنتخب الليبي. ترجع الكرة ورمية 9 امتار. شوفوا في الحكم كان اعلن على اللعب السلبي. ربما تكون التصويبة وحيدة. التحضير سيكون لمحمد سالم الشويدي. محمد سالم الشويدي والحارس يتصدى حارس المنتخب السعودي. يلعب الهجمة المعاكسة لكن الكرة تتجاوز الخط النهائي للميدان تعود للمنتخب الليبي في تصعيد الهجمة. سالم شويدي سالم الشويدي حاول المرور للتمرير لعب الدائرة وينجح ينجح في التسجيل. مفتاح عبد الله النقطة رقم 19. عود الهجمة للمنتخب السعودي. أحمد قصي حاول الاختراق. أحمد قصي والحكم يحتسب رمية 9 أمتار. تعود الكرة قصي يلعب الكرة للجناح يفتح الزاوية ويتصدى الحارس. ممتاز الحارس زكريا يتصدى من جانب المنتخب الليبي. تمشي الكرة التمرير للجناح حاول المرور ويربح 9 أمتار. يعود الامتلاك للمنتخب الليبي. سالم الشويدي حاول المرور ويربح رمية 7 أمتار. 7 أمتار يتحصل عليه لعب المنتخب الليبي سالم الشويدي. في تنفيذ رمية 7 أمتار وينجح ينجح عبد الله رمضان في تسجيل النقطة رقم 20 وتقليص الفارق. عود الكرة الآن للمنتخب السعودي. التمرير مخطئ الكرة. الآن المنتخب السعودي دخل نوعا ما في التسرع قبل 3 دقائق من النهاية. التمرير مخطئ عكس الهجمة لكن عودة موفقة من سالم شويد يقطع الكرة. لعب المنتخب السعودي تبقى نتيجة 24-20 قبل دقيقتين وبضع ثواني على النهاية. التصويب والحارس ممتاز الحارس حسين عبد الله يتصدى للكرة. ترجع الهجمة كرة المباراة للمنتخب السعودي. علي قيصر المحسن أحمد قصي مرتجاه على التمرير للجناح لكن يقطعها لاعب المنتخب الليبي. البحث على عكس الهجمة تمشي الكرة وجه لوجه لكن رمية 9 أمتار. تمشي بسرعة الكرة والحارس يتصدى مرة أخرى حسين عبد الله من جانب المنتخب السعودي. تبقى النتيجة على حالها 24-20 دقيقة و40 ثانية على نهاية المباراة. تمشي الكرة للمنتخب الليبي واستبعاد بدقيقتين تدخل على مستوى الوجه واستبعاد بدقيقتين على لعب المنتخب الليبي. إن شاء الله سلامات. إيقاف التوقيت. يمشي الكرة والحارس مرة أخرى يتصدى يتصدى الحارس. أعود الهجمة الآن للمنتخب السعودي. تقريبا الأمور حسمت والمنتخب السعودي يسير نحو تحقيق الانتصار الأول
في سباق البطولة، عملية مشي بالكرة. صعيد الكرة بسرعة من جانب المنتخب الليبي. والحكم يخلي الأسبقية. يخلي الأسبقية الحكم 50 ثانية على نهاية المباراة. هو التقدم للمنتخب السعودي أمام المنتخب الليبي بنتيجة 24-20. آخر الهجمات، الحكم يفيدون باللعب السلبي والهدف. الهدف رقم 25. 25-20. 20 ثانية على نهاية المباراة. المنتخب السعودي يحقق الانتصار الأول في البطولة، والهدف تقليص الفارق نهاية المباراة بانتصار المنتخب السعودي أمام المنتخب الليبي بنتيجة 25 مقابل 21. وهكا يكون المنتخب السعودي يحقق أول انتصار ليه في سباق البطولة بعد الهزيمة يوم أمس أمام المنتخب الجزائري. اليوم ينتصر أمام المنتخب الليبي. المنتخب الليبي اليوم ظهر بوجه مغاير تماما لمباراة اليوم أمس أمام المنتخب التونسي في انتظار التعرف على جائزة أفضل لاعب في المباراة. اختيار لاعب المنتخب السعودي اللاعب رقم 27 حسين علي كأفضل لاعب، يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. للأمانة لاعب قدم مردود كبير في مباراة اليوم، كان ساهم بجزء كبير بانتصار زملائه في المباراة وتحقيق الفوز الأول.